معاك تليفون؟ طب استاذنك، معايا تليفون مهم جدا. الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، اهلا وسهلا بيك يا حاج. ازيك يا كابتن نيلو؟ ربنا يخليك يا رب، كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب وتحياتي للاستاذ وليد. اهلا بيك، اهلا بيك. يعني انا مش هطول عليك، انا عارف طبعا مسؤولياتك وشغلك، انا بس كنت عايز استفسر عن الكلام اللي سمعناه عن العقوبه الموجهه للكابتن سيد عبد الحفيظ. طبعا هي جت متاخره ثاني يوم المباراه من لجنه الحكام على ان في احاديث صحفيه وفيها تجاوزات بالنسبه للجنه الحكام السفريه. فبالتالي طبعا طبقا للائحه عندنا بنجيب عقوبه، ونجيب العقوبه اللي في اللائحه. يعني ده فعلا كلام اكيد يا حاج عامر. طبعا المذكره موجوده عندي من لجنه الحكام. 20,000 جنيه. 20,000 جنيه. طيب انا عارف ان هو مش دورك، ولو حابب تجاوب جاوب، مش حابب تجاوب انا احترم رايك جدا. يعني هو الكابتن سيد عبد الحفيظ اول مره يطلع يتكلم على الحكام، في حين ان كان في ناس قبل كده بتطلع تشتم في الحكام يا حاج عامر وما خدش اي عقوبات ضدها. لا حضرتك بتتكلم على مجلس اداره الانديه، دي بقى مختص بيها مجلس اداره الاتحاد. انما انا في السنه اللي فاتت في 5 مدربين اتوقفوا علشان الاحاديث الصحفيه، ان في اللائحه اول ما لجنه الحكام بتبقى اكثر مذكره بتطبق اللائحه، لان هي طبعا هي اللي بتقدر الكلام او التصريحات اللي اتعملت هل فيها تجاوزات بالنسبه للجنه عندهم او تؤثر على الحكام. فبالتالي اول ما بيبعت لي المذكره انا ببقى مرتبط ومحكوم ان لازم اطلع اكيد. ما انا عشان كده قلت لحضرتك لو عايز تجاوب طبعا انا بحترم راي حضرتك. لا انا بقول لحضرتك انا ما عنديش حاجه اخبيها، يعني بقول لك شفافيه كامله كده. يعني كل المذكرات اللي جات لي من لجنه الحكام السنه اللي فاتت انا دايما بتديني الحق، يا اوقف يا ادي الغرامه او ادي الاثنين مع بعض بالظبط حاله التكرار. فانا المره دي انا شايف من وجهه نظري على ان هي ما فيهاش يعني ايه تجاوز لفظي ولا حاجه، فعشان كده اديت الغرامه ما اديتش الايقاف. تمام. وهل يعني اوقف الحكم يا حاج عامر ولا حضرتك ما تعرفش؟ لا والله اصل انا ماليش ارتباط بلجنه الحكام. انا عارف انا بسالك لان انا نفسي حتى كابتن عصام عبد الفتاح يطلع يتكلم معايا، عايز اساله. نيتهم ايه؟ ان انا طبعا ما بحبش اتدخل في شغلهم خالص. لان المفروض هي لجنه الحكام اصلا يعني بتبقى منعزله عن كل اللجان الاخرى. بس برضه نتمنى طبعا من لجنه الحكام ان هي طبعا او من الحكام نفسهم بقى يعني يركزوا اكتر عشان يقللوا لنا المشاكل، لان طبعا كل ما الحكام كويسين بالتالي المشاكل عندنا بتقل. اكيد اكيد. طب انا هسالك سؤال بعيد عن اتحاد الكوره يا حاج عامر، يعني اسالك سؤال، ان حضرتك رجل رياضي في مصر، يعني راجل يعني حتى بلاش مسؤوليه، حضرتك رياضي في العموم، يعني ايه المتنفس بتاع مدير الكوره لما يلاقي حكم تجاهل حوالي 4 ضربات جزاء يعني يراهم اللي من غير عينين اساسا؟ ايه المتنفس بتاعه؟ يعني انا رايي طبعا ان هو تبقى فيه مذكره رسميه من اداره النادي بكل الوقائع ويرفق ليها في النهايه بكل الاخطاء، وبالتالي بتتحول للجنه الحكام عشان يشوفوا الشكوى ديت، وبالتالي لما بيرد عليها احنا بنبعتها على النادي. لقوا الرد مش عاجبهم بيوجهوا الكلام لمجلس اداره الاتحاد. مجلس اداره الاتحاد هو اللي بيقدر يناقش لجنه الحكام، خاصة الوقت الحالي ان رئيس لجنة الحكام عضو مجلس ادارة. بالظبط. اكيد هم على الترابيزة، اكيد طبعا لازم يناقشوا الشكوى بتاعت الاندية اللي تبعتها، لان لازم نحترم اي حاجة بتيجي من الاندية. فانا رايي ان الاجهزة ما تدخلش نفسها في الحاجات ديت، لان جميع الاخطاء دلوقتي بعد الاعادة والتحليلات والفيديو والقنوات الفضائية حال الجميع، فبالتالي طبعا في الادارة بيبقى عارف الكلام ده كله. وحتى الوقائع اللي حصلت في المواسم اللي فاتت اكيد مجلس الاداره جواهم بينهم من بعض بيناقشوا اكيد المشاكل ديت، فعشان كده بقول الاجهزه تبعد عن الكلام دوت ويخلوا اداره النادي هي اللي في المواجهه. اكيد هي مسؤوله ان هي تجيب حق بتاعتها وجميع الالعاب مش الكوره بس. يعني اكيد اكيد. يعني يا حاج عامر حضرتك لما بيتعرض عليك مذكره بتعرف الكابتن سيد عبد الحفيظ قال ايه بناء عليه بتاخد القرار؟ طبعا هو بتبقى مكتوبه في المذكره. يعني وهل الكابتن سيد عبد الحفيظ اخطا الخطا الجسيم يا حاج عامر ان هو يعاقب يعني بغرامه، ولا هو مجرد التحدث عن الحكم؟ انا عايز افهم والله. ما السؤال انت عارفني، يعني انا عايز افهم. اللائحه تصريحات، اي تصريحات ضد الحكام موجوده. يعني لجنه الحكام ما بتعملش مذكره طبعا، ما بتبعتش مذكره الا لما لقيت ان في تصريحات
يمثل الحكام. يعني ضد الحكام يا حاج عامر ان هو يطلع يقول مثلا انا اتظلمت في ضربه جزاء يعني لازم الحكام تاخد بالها، ده كلام ضد الحكام ولا ضد الحكام بمعنى ايه؟ انا بقول لحضرتك دي حاجه تقديريه لجنه الحكام. لا ما انا عايز اعرف من حضرتك يعني ايه تقدر الكلام ده كله يعني ايه اللي اخطا فيه كابتن سيد؟ كابتن عظامي يطلع يقول الكلام ده لحضرتك. انا عارف والله يا حاج عامر، انا والله العظيم انت عارفني انا بتكلم ازاي يعني من جوايا، انا مفيش كلام يعني لا ما انا بقول لك الكلام بوضوح يعني زي ما حضرتك بتتكلم بوضوح، انا بتكلم فعلا بتكلم بوضوح. انا كابتن عصام هو طبعا اللي يطلع يتكلم على يعني لا انا بكلمك بحضرتك ان حضرتك شفت مذكره متقدمه لك من كابتن عصام فيها الكلام اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ، هل هو كلام تقنيه وان ما فيش تطوير ولا بيروح يعملوا ايه في المشروع الهدف؟ ده المعنى يعني اللي موجود في المذكره على ان هو بيستخف بعمل لجنه الحكام والمعسكرات اللي بيعملوها يعني. الكلام يعني انا بشكرك جدا على المذكره اللي موجوده عندي اللي جالي. انا بقول لحضرتك برضو من حق برضو الكابتن سيد ان هو يبعت التماس للموضوع دوت واحنا نبعته نناقش او نبعته لجنه الحكام، لجنه الحكام ترد علينا. اكيد اكيد. انا بشكرك جدا يا حاج عامر على سعه صدرك وعلى ردك الصريح جدا، شكرا جدا لحضرتك يعني. شكرا جدا. يعني الحاج عامر رئيس لجنه المسابقات، كنت عايز اتاكد بس من موضوع غرامه الكابتن سيد عبد الحفيظ. يعني لو نعرف يا جماعه نجيب الكابتن عصام عبد الفتاح يا ريت. هو الكابتن عصام عبد الفتاح بيطلع يتكلم عادي يعني، فن ما بيردش على التليفون، هو بيتكلم ما بيطلع بيتكلم يعني. حاولوا معاه تاني يعني، حاولوا معاه تاني وبلغني هو رد ولا ما ردش لو سمحت يا رشاد. ايه رايك يعني؟ شوف يا كابتن، هو ارساء النظام